برحب بحضراتكم من جديد، وانا هنا في الاستوديو واحد من اعز اصدقائي، سواء بقى بره الملعب وحتى كان داخل الملعب، واحد من اللعيبه المميزه اللي اتعلمت منهم حاجات كتير، حته الاحتراف فعلا، حته ان انت ازاي جوه الملعب بتدي كل طاقتك. يعني واحد زي حسام غالي بالظبط. صراحه لما نيجي نتكلم على لعيبه النادي الاهلي كلهم عارفين قيمه النادي الاهلي، عشان كده لما بييجوا يدوا داخل الملعب بيدوا بشكل مميز وعطاء كبير جدا. خليني اقول لكم، هو كان باك عصري، يعني كان في وقت من الاوقات كده نتذكر كابتن ابراهيم حسن، واحد من الباكات العصريه اللي في التوقيت في الوقت ده، لما مشي من النادي الاهلي ساب فراغ كبير. لكن لما كابتن ياسر رضوان رجع مره تانية او كان بقى موجود في النادي الاهلي، اعتقد الفراغ ده اتسد بشكل كبير، لانه ايضا حته احترافه فرقت كتير جدا مع وجوده مع النادي الاهلي. يعني هو واحد من اللعيبه القلائل في توقيت يمكن كان حته الاحتراف فيه صعبه شويه، انه يحترف من نادي بلديه المحله لفريق ثم العوده للنادي الاهلي، او يعني حته احترافه يرجع لمصر كانت وجوده في النادي الاهلي، وده شيء مميز فرق كتير جدا مع الجبهه اليمنى في النادي الاهلي في التوقيت ده. برحب طبعا بنجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لمنتخب السويس كابتن ياسر رضوان. كابتن ياسر، برحب بيك كابتن ياسر. اهلا بيك كابتن فاروق، ربنا يخليك. طيب عننا كتير. انا سعيد ان انا موجود معاك. طب ما تقولش على التليفونات ليه، عايز افهم بس. انا اقدر. لا بجد مش احنا يعني، بس كل الناس تشتكي منك. لا هو بس عاطف اللي بيشتكي مني. لا مش عاطف، يعني بص انا ساعات بتصل بيك ما بتردش، كل طبعا الصحفيين ما بتردش. لا كابتن فاروق انت اللي مشغلك كترت فنسيتني يعني. طب قبل ما نبتدي الحوار معاك، خلينا بس نروح نشوف فيديو، وعايز اخد تعليقك عليه، لان اكيد جزئيه مهمه جدا بتحصل احنا كلعيبه في وقت من الاوقات، ولكن ما بنعرفش ايه سببها، فبنبتدي نعمل الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. الفيديو احمد بعد اذن. ده سعد سمير هو بيذبح عجلين النهارده كابتن ياسر، ماشي، هو وعلي معلول يعني. بس هو سعد هو اللي بيذبح عليه، يعني تصدق بعجل من العجول عشان حته الاصابات. هو انا رايي كان سعد انتبه جزاره كان حفظ الله. لا سعد طبعا نجم كبير، وان هو اللي بيذبح بنفسه دي حاجه طبعا قليل جدا لما بنشوفها في الملاعب بتاعتنا. الحسد موجود في كل شيء يا كابتن فاروق، واحنا عارفين الحاجات دي كويس وبنامن بيها، موجود في القران. بجزار بجد يا كابتن. لا ما شاء الله يعني. ده بالظبط يعني، عارف انت ما خدش منه ثواني. لا بس حصل لك حاجه زي كده كابتن ياسر، يعني بعض الاصابات او بعض الامور اللي وقفت معاك؟ طبعا التصدق ده بالله يعني اضحيه، ما فيش مشكله خالص منها، ده على طول على مدار السنه، ولكن لسبب معين يعني. طبعا حصلت اكتر من مره، ساعات انت بيحصل لك كبوه او بعض اللي بيجي فترات بتبقى مش ماشي بشكل كويس، فبتحاول تقرب جدا من ربنا وتبدا تتصدق، فبتبدا تعمل الحاجات دي. بعد اصابه مثلا وبدأ ترجع الملعب، فبرضه بنفس السياق كده بتقدر تعمل الحاجات دي. الحاجات طبعا احنا مقتنعين بيها ومؤمنين بيها، فعشان كده بنرتاح لما بنعملها. ده يعني ده موجود، الرفاهيه دي موجوده بالظبط كده يعني. لكن وانت كمدير فني ما عملتش حاجه عشان تفك نحس مثلا وقت معين؟ كان نفسي والله، بس مفيش. مرة واحدة السنة مرة واحدة بس السنة اللي فاتت مع جمهورية شبين، جمعنا من الجهاز ومن اللعيبة وعملنا حاجة زي كده يعني في وسط الموسم. حاجة لله. منور كابتن ياسر. برضو نروح نشوف تقرير عنك ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. تقرير مع كابتن ياسر ونرجع نكمل كلامنا. ياسر أحمد رضوان من مواليد مركز أجا محافظة الدقهلية، هو أحد أفضل من شغل الجبهة اليمنى في الكرة المصرية، وضع نفسه في المقدمة بعيدا عن أندية المشاهير. هو أحد اللاعبين المصريين الذين أضافوا الكثير لكرة القدم المصرية خلال حقبة التسعينيات وأوائل الألفية فيما يخص مركزه كظهير أيمن. وصل رضوان لأن يصبح أفضل ظهراء الجم في حقبة التسعينيات في مصر، بل وفي القارة السمراء، فهو خرج لرحلة احتراف ليست بالقصيرة عن طريق بلدية المحلة التي بدأ فيها مشواره مع الكرة موسم 91، استمر في البلدية حتى انضم لصفوف المنتخب الوطني،
ثم انتقل لرحلة احتراف في الدوري الألماني بالانتقال لنادي هانزا روستوك الألماني لمدة 6 مواسم، قدم خلالها أداء رائعا في دوري البوندسليغا من خلال مشاركته في 135 مباراة مع هانزا روستوك، وأحرز 5 أهداف وصنع العديد من الأهداف التي حقق فيها انتصارات عدة للفريق الألماني. احترف ياسر رضوان في البوندسليغا واستمر ل6 مواسم، فكان أفضل من يمثل المحترفين المصريين في الخارج، لكن لعنة الإصابات حلت على النجم المصري فقلصت من عدد مشاركاته مع الفريق في موسم 2000-2001 ل12 مباراة فقط، أحرز وقتها هدفا وحيد، ثم عاد بعدها للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي، فارتدى الفانيلة الحمراء موسم 2002-2003 تحت قيادة الهولندي بومفرير. شارك رضوان أمام نادي روما الإيطالي في المباراة الاستعدادية للموسم التي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم تعرض للإصابة. انتقل بعدها لنادي بلدية المحلة، ثم انتقل للأولمبي قبل أن ينهي مشواره الكروي بسبب الإصابة موسم 2005-2006. شارك مع منتخب مصر الأول في 86 مباراة دولية خلال 4 بطولات لأمم إفريقيا، أحرز لقب بطولة 98 ببوركينا فاسو مع الراحل كابتن محمود الجهري. من قبلها حصل على أحسن ظهير أيمن في بطولة 96 بجنوب إفريقيا. في مجال التدريب، كانت البداية مع أكاديمية الأهلي كمسؤول عن فرع الأكاديمية بالمنصورة والشرقية، ثم انضم لمدرسة الكرة، ثم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. من خلال العمل كمدير فني لفريق 18 و19 عام، أحرز معهم بطولات، ثم فريق أول لمدة 2 مع كابتن زيزو، ثم نائبا لمدير قطاع الناشئين. من بعدها بدأت رحلته التدريبية خارج الأهلي مع فريق نبارو في الممتاز به، ثم النصر الليبي، ومن بعدها مدرب عام لمنتخب مصر مواليد 95، ثم جمهورية شبين، وبعدها بلدية المحلة، ثم عاد مرة أخرى لقيادة جمهورية شبين الموسم الماضي. خلينا كابتن ياسر في البدايه ابارك لك طبعا كمدير فني جديد لفريق منتخب السويس، يعني مبروك. كان امبارح العقد ولا اول امبارح؟ امبارح تم الاتفاق والتعاقد. طبعا بشكر الناس اللي فكرت فيها في منتخب السويس، مجلس الاداره ناس محترمه جدا، نادي كبير ونادي محافظه كبيره وشعبيه كبيره وجمهور عظيم. ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونحقق لهم اللي هم يتمنوه يعني ان شاء الله بإذن الله. لكن تقييمك بقى لتجربتك أمام مع جمهورية شبين؟ والله أنا مسكت جمهورية شبين 4 مرات. ال3 مرات الأولانيين كانوا دايما بيبقوا في نص الموسم مع بداية الدور الثاني، وكان الحمد لله ربنا بيوفقني، وكان بيبقوا هم في موقف حرج، فالحمد لله كنت بعمل نتائج كويسة. تربطني بالناس هناك علاقة قوية جدا، ناس كلها محترمة سواء مجلس الإدارة أو الجمهور أو اللعيبة حتى اللي اشتغلت معايا. السنة اللي فاتت كنت معاهم من أول الموسم، قابلتنا ظروف صعبه جدا، ان احنا ما قدرناش نلعب في المنوفيه او في شبين، بقينا نلعب الماتشات بتاعتنا كلها بره. مشاكل الملعب هناك كانت كبيره جدا. اتمرنت خلال الموسم في 4 ملاعب او 5، لعبت في اكتر من 3 ملاعب في الماتشات بتاعتي انا. كنا عاملين فرقه جديده صحيح فيها لعيبه كويسه، لكن السنه كانت صعبه علينا، ويمكن حضرتك لاحظت ان احنا اخر ماتش كان مع الترسانه. كان لازم فرقه من الاثنين يكسب، واحده تكسب تصعد واحده تخسر تكسب. تقضيت على امال الترسانه كابتن بالمباراه دي؟ توفيق ربنا ومجهود اللعيبه والناس اللي كانت واقفه ورانا ومجلس الاداره، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نقعد بالفرقه، لان برده محافظه المنوفيه محافظه كبيره طبعا. وجمهورية شبين نادي كبير وعريق وليه تاريخ كبير في الدوري الممتاز. ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه يعني باذن الله. طيب خلينا بقى كده، واحد انت معانا كابتن ياسر، واحد برضو من احنا يعني لعبنا كلنا مع بعض، وحاليا طبعا كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد مساء الخير عليك، وتحيات كابتن ياسر رضوان في معانا في الاستوديو.
مساء الخير يا كابتن سيد، ازي حضرتك كابتن سيد؟ لازم يخش من الضحكه اللي هو بس بتاعته. منور يا كابتن سيد، الله يخليك، لحياتنا ليك يعني. وان شاء الله كده النهارده بالليل يعني بسفر كده يبقى سعيد ليك ويبقى رحله جيده واستعداد جيد للمباراه القادمه يا كابتن سيد. يا رب ان شاء الله. طيب طمنا يا كابتن سيد بقى على الفريق، وخصوصا يعني ان المباراه دي تعتبر اعتزال ونجم كبير زي حسام غالي، ومنها ان شاء الله السفر لاوغندا عشان مباراه كامبالا يوم 15. استعداد الفريق يا كابتن سيد بعد اذن حضرتك؟ يعني استاذ انا زي ما قلت يا فروق، قلت احنا في النهارده هنتجه على دبي على طول. طرح عندي الجمعه هيبقى مباراه حسام غالي، يا رب بالتوفيق ويبقى يوم جميل، وانا ان شاء الله متاكد ان الناس هتبقى موجوده هناك، وهو يستحق كده، يستحق التواجد الجماهيري اللي هيكون في الجاليه المصريه او حتى من الاخوه في الامارات، وان شاء الله باذن الله يخرج بشكل كويس جدا 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 باذن الله. بعدها ان شاء الله يوم السبت الصبح هتتجه على طول على اوغندا، ومباراه كامبالا اللي هتبقى يوم 15 ان شاء الله الرحمن، وباذن الله برضه من الموفقين فيها وترجع بنتيجه كويسه جدا ان شاء الله الرحمن. لكن كابتن سيد انت دايما بتبقى معتاد ان انت بتسافر قبل البعثه، لكن المره دي هتكون مع الفريق؟ يمكن كابتن سمير قال لي هو اللي هيسافر يوم 10 اللي هو بعد بكره ان شاء الله، وانا هبقى موجود وهسافر مع الفريق يوم 15 ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سيد، يمكن دايما النادي الاهلي دايما بيفكر في المستقبل باستمرار، يمكن هتبقى اخر مباراه يعتبر في الموسم، عندنا مباراه مؤجله للمصري لكن تعتبر خلاص بقى الاستعدادات القادمه للموسم القادم. الجزء الاداري والجزء التعاقدات بالنسبه للاعبين والكلام ده، هل ابتديتوا تشتغلوا عليه كابتن ولا لسه؟ بالتاكيد يعني انت بتفكر في الفلوس في الموسم وكل حاجه اللي جايه، لكن انت عندك المباراه سهل الاهميه، هتبقى قبل توقف طويل جدا، وزي ما كان الموسم ده مضغوط قوي وعدد المباريات التسليك وكتير في وقت قليل. السنه الجايه كمان هيبقى في عندك فرصه كويسه، ان انت لاول مره هتبقى في ما بين الموسم وبدايه الموسم اللي بعده حوالي شهرين. يعني احنا مباراه كامبالا الصراحه هتبقى يوم 15، وبعد كده مباراه المصري زي ما انت قلت ممكن ما اعرفش تبقى 20 ممكن تبقى 21، يعني اليوم ايه بالظبط مش عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ولسه ما جاتش حاجه رسميه. وبعد كده هتبقى اول مباراه بالنسبه لك كنادي هتبقى يوم 17/7 اللي هي مباراه توشي اللي هو بطل السؤال هنا في القاهره، وبعدين مباراه توشي برضه العوده في الدور الثاني في المجموعات هتبقى يوم 28، فعندك مساحه كبيره جدا. لكن الاهم في الوقت الحالي والتركيز في الوقت الحالي لازم يطبق على مباراه كامبالا شهر 8، صحيح الاهم بالنسبه لنا، صحيح وبعدين حققت شهر 8 نتيجه كويسه جدا باذن الله. طبعا صوت دوري المجموعات صوت طويل او الافريقيا بتتاخد على مراحل، ويجب لك ان انت تجميع الكفاءات، الامر لسه قدام مسافه، لكن النتيجه دي ان شاء الله هتساعدنا باذن الله. حقيقة كابتن المباراة مهمة، يعتبر بعد التعادل أمام الترجي هي مباراة هي الأهم وعنق زجاجة لفريق النادي الأهلي، أو مشوار طويل، لكن ثلاث نقاط أو نتيجة إيجابية في التوقيت ده أو في المباراة دي هي مباراة فيه. هي مباراة مهمة طبعا يا فاروق، هي مباراة مهمة، هي مباراة مهمة في توقيتها ومباراة مهمة قبل التوقف، لكن المباريات أو دوري المجموعات لسه قدام شوية، يعني قدام شوية طبعا، أنت عندك كوتشوارا هنا وهناك، وبعدين الترجي هناك، وبعدين كابتالا هنا، فالموضوع مش يعني موضوع حاجه يعني فاصله، هي مش مباراه فاصله طبعا، لكن مباراه مهمه جدا، مباراه مهمه جدا في الحته بتاعت كويسه. هو احنا بنحاول من كلام حضرتك يا كابتن ياسر انك توصل الطمانينه لجمهورنا ان المشوار طويل زي ما انت بتتكلم كده، ما فيش قلق ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه هناك. انت عندك افريقيا زي ما ذكرت في الاول بتشتغل على مراحل، يعني مرحله المجموعات هي تجميع نقاط، احنا يمكن بنمر بشويه اصابات او غيابات، ودي موجوده في الفريق في الوقت الحالي، لكن زي ما انا ذكرت وقلت يعني دايما بقول ان تجميع النقاط ده شيء مطلوب، وان انت تطلع في مرحله معينه كاسب فيها عدد كبير من الاهداف، لكن مشوار افريقيا ممتد طبعا وبيختلف من المرحله للثانيه. صحيح. عايزين مني ان شاء الله احنا نتيجه كويسه مع كامبالا، وان كان طبعا الموضوع هو نص افريقيا لسه بيشتغل على مراحل كتير. طب كابتن سيد، مجموعه الاصابات اللي حضرتك اتكلمت عليها طمنا عليهم برضو كابتن سيد عشان نطمن جمهورنا برضو. طبعا يعني انت اجاي ووليد اظهره صعب جدا خلاص، يعني موضوع موسم كمان انتهى. عمرو سليمان الحمد لله اللي شاء الله طلع حاجه كويسه جدا، وهو بيسافر معانا ان شاء الله يكون موجود مع الفرقه، ودي حاجه كويسه. سعد سليم الحمد لله رب العالمين، وتخصيص سعد وتركيب سعد واصرار سعد الحمد لله رب العالمين موجود بشكل كويس. علي العلو خلاص
دخل مع الفرق كويس الحمد لله رب العالمين. لكن غياب طبعا وليد أزار وغياب جوني أجاي ده هيبقى صعب جدا انهم يكونوا موجودين معانا. السيد يمكن كابتن ياسر رضوان ليه ذكريات كتير معانا، انت ما بتنساش حاجه ما شاء الله، ده انت فاكر لي حاجات انا مش فاكرها. عايزه كده فاكر حاجه الكابتن ياسر يا كابتن سيد؟ طبعا يعني طبعا ما فيش كلام، ان ياسر من الشخصيات الممتازه جدا سواء كانت على المستوى الفني او التاريخ اللي عمله مع منتخب مصر او حتى في رحلته الاحترافيه وكمان على المستوى الانساني يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. لكن مش فاكر له اي حاجه من حاجاتنا دي كانت سايد خالص الحمد لله. بس مش عايز، بس مش عايز يديك واحده خالص حبيبي. لا حبيبي جميل انت جاري جارك كانت سيدنا نورتنا وشرفتنا، ويا رب بالتوفيق ليكم يا رب وترجعوا سالمين كده بثلاث نقاط يا رب، ده اللي احنا نتمناه طبعا. شكرا كابتن سيد مدير الكره بالنادي الاهلي. طبعا كابتن سيد من الشخصيات المحترمه، تقول على عزومه ان شاء الله في رمضان كده انا إن شاء الله. لان دايما يقول لي فينا فاروق العزومه، موجوده ان شاء الله ليكم كلكم بامر باذن الله. لكن نتمنى ان شاء الله كابتن ياسر، ده كنت هاخدك فيه في اثناء الحوار، لكن بنتكلم على فريق الكوره الفتره اللي فاتت جمهورنا لحد ما بالنتائج كان قلقان شويه. انا عايز اعرف من وجهه نظرك كلاعب برضو ليه تاريخ في حته الاحتراف وخبرات كبيره وكمدير فني ايضا، الاسباب اللي موجود فيها النادي الاهلي التوقيت الحالي. كابتن سيد قال جزء اصابات طبعا، لكن اكيد في اجزاء او حاجات تانية ممكن تكون اثرت بشكل كبير على الفريق. هو بيجي لحظات يا كابتن فاروق للجهاز الفني، بيجي وقت كده بيبقى سببها طبعا زي ما كابتن سيد اشار ان هي الاصابات، كميه الاصابات كبيره جدا. معظم اللعيبه كمان اللعيبه كتير جدا عملنا لها اعاره الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي عمل لها اعارات مجموعه كبيره. صحيح النادي الاهلي مش ما بيقفش على لعيب، بس في بعض المراكز عندك اتاثرت بسبب الاعارات دي. اللعيبه اللي داخله لسه محتاجه وقت ان هي طبعا انت عارف النادي الاهلي الضغوط النفسيه والعصبيه اللي موجوده مش اي حد بيتحملها، وانت كمان لما بتجيب لعيب صغير يبقى صعب ان هو يتاقلم بسرعه. لكن انا وجهه نظر ان طبعا كميه الاصابات كبيره جدا، وبعدين حصلت في يعني في اصابتين في مركز واحد مثلا، وغير كده عندك سردباك كمان اتوقف. فالحته دي انا حتى يعني يمكن خايف على سعد، لانه طبعا بقاله فتره ما بيلعبش، راجع من اصابه داخل على ماتش الضغط العصبي فيه قوي، انك زي ما اشرت وقلت ان الماتش مهم جدا عنق زجاجه. وانا عارف ان شاء الله ان احنا نقدر نعديه يعني بالرجاله اللي موجوده، لكن برضو تبقى دايما مقلق يعني ترى لو لا قدر الله حصل حاجه، مين الاحتياط اللي خط الظهر اللي بره او الاثنين المساكين، هتضطر تعمل شفت داخل الملعب. لو انت هاني بره هتنزله عشان يلعب مكان او احمد فتحي يخش، تبقى المهام نفسها حتى لو هو بيعملها هاني كويس، بس تبقى مش بالشكل الشكل اللي هو 100% زي الراجل صاحب المركز. وبعدين افريقيا بتختلف عن الدوري. الفرق هنا في مصر برضو انا بحترم كل الفرق، لكن عارف ان هي بتلعب النادي الاهلي فبيهاجمك بحذر، لكن بره هو عارف النادي الاهلي بس هو عايز يكسب، ان هو انت بتلعب بطوله افريقيا هو بيلعب بطوله افريقيا خلاص، يعني انت بطل وهو بطل، فكل واحد بيبقى عايز يكسب الماتش. لكن انا بقول هي فعلا الظروف والاصابات اللي بتمر بالفريق ونهايه الموسم برضه كابتن بيفرق كتير. كابتن ياسر كمدير فني انت عارف حته نهايه الموسم انت خدت بطوله، ولكن ومطالب دايما بصراحه انت تبقى في التوب فورم، ولكن في بيبقى حاله اجهاد، ده نتيجه الاصابات. ما دي نتيجه الاصابات، وبعدين احنا مش عايزين نتحمل على الجهاز الفني والكابتن حسام، يعني راجل نهى الدوري بدري قوي كمان، يعني مرتاح وعامل نتائج كويسه وارقام قياسيه غير عاديه، فمش عايزين الراجل لما يقع ماتش ولا اتنين يبقى خلاص كده الراجل ما مش كويس. لا بالعكس، الراجل ده من احسن المدربين واحسن المديرين الفنيين اللي مسكت، واكبر دليل ان هو بيحقق نتائج كويسه. صحيح. حصل دروب في ماتش الكاس، طبيعي وارد زي ما انت قلت، اصابات واجهاد ونهايه الموسم، وبرضه يعني سوء توفيق غير عادي. يعني انت لو راجعت الماتش بتاع الاسيوطي 100 مره شوف النادي الاهلي مضيع قد ايه كمان امبارح، وشفنا حتى الاسماعيلي مش ده شكل الاسماعيلي يخسر برضه بالشكل ده. صحيح. صعب. هرجع للنادي الاهلي ثاني كابتن، ومباراه الكابتن وحسام غالي والاستعدادات للفريق من خلال هذه المباراه لمباراه كامبالا، ولكن خلينا نتكلم بقى على حضرتك شويه. كنت بنتكلم على وجودك في منتخب السويس، والاكيد انت هدفك مع منتخب السويس هو الصعود. انت بدايه هتعمل ايه يا كابتن ياسر في الفريق؟ هل في معسكر؟ والله احنا لعيبه، في لعيبه في دماغك لسه هتجيبها كده يعني؟ طبعا احنا محتاجين لعيبه كتير، لان تقريبا نص الفرقه
النادي في ناس عقده خلصت وفي ناس النادي مشاها. بنحاول نجمع من امبارح بعد ما تعاقدنا، كان في مجموعه لعيبه قدامنا، فبنفكر انا مدير فني ومعايا لجنه الكوره، بنفكر مين اللي يجي وبنبدا نسال على اللعيبه دي امكانياتها ايه، سلوكها ايه، شخصيته عامله ازاي، يا ترى هيقدر يتحمل ضغوط الجمهور اللي موجود، جمهور السويس، لانه هيطالبوا بالصعود وده حقه. حطينا بعض الحاجات برضو، ان المعسكرات تبقى عامله ازاي، اللبس هنجيبه ازاي، كل كبيره وصغيره تخص الفريق كلمنا فيها امبارح. واعتقد الناس يعني بصراحه، ودي الحاجه اللي مشجعاني، ان هم عايزين يصعدوا وانا بدور على مكان اطلع منه. يعني اشتغلت بقالي فتره طويله حوالي 7 سنين في الممتاز به، الحمد لله عنده خبرات كويسه معقوله. بتمنى طبعا زي اي مدير فني ان هو يبقى موجود في الممتاز يعني. فان شاء الله يكون من خلال نادي منتخب السويس، بالمجلس الموجود، بالجمهور الكبير، ان شاء الله نقدر نحقق الحلم ده باذن الله. لكن كابتن ياسر، حته التدريب، انا هاخدك ما بعد كره القدم، يعني التاريخ طويل في كره القدم، تحقيق بطوله الامم الافريقيه مع واحد من افضل المدربين في تاريخ مصر كابتن عبد الله يرحمه، ثم اللعب في الدوري الاوروبي او الدوري البوندسليغا، واللعب في النادي الاهلي اكبر الانديه المصريه، ده تاريخ طبعا ما نقدرش نتكلم فيه كلاعب. لكن خليني اكلمك ليه جزئيه التدريب اخترتها بالذات؟ يعني في انت عندك على فكره، انا طبعا احنا كنا مع بعض في منتخب مصر الشباب، كابتن علاء ميهوب واحمد فكر الصغير، كابتن محمد يونس طبعا مدرب حراس المرمى، عندك الجزء الاداري برضه انا لاحظت ان هو مميز جدا كمان. لان لما اشتغلت مع كابتن محمد رمضان في الاكاديميه كنت انا مسؤول اداري وفن عن الفرع، والحمد لله بدات اتعلم، وهو بصراحه كان بيدينا فرصه انك تشتغل، ولو اخطات هو بيصحح لك، ولو في مشكله هو بيقعد معاك ويفهمك ازاي تتحل وبتاع. فالحمد لله بدات يعني اخد الم شويه. بعدها اشتغلت في القطاع زي ما اشرت تقريبا. كابتن ياسر، انت رجعت يعني لعبت في النادي الاهلي ورجعت على النادي الاهلي؟ طبعا. لان شرف يعني كبير ليا طبعا، و حلم يعني ملايين بيتمنوه وما بيقدروش يوصلوا ليه. كنت بتفكر في الجزئيه دي؟ اكيد طبعا، الرجوع على النادي الاهلي، الرجوع وانك تتحقق بطولات وانك تبقى واحد من ابناء النادي الاهلي، ده حلم كبير، والحمد لله ان ربنا وفقني وقدرت اوصل له يعني الحمد لله. حته ان انت ما بعد كره القدم وتتعلم الاشياء اللي انت بتتكلم عليها دي، والله يعني هو طبعا الفضل لربنا طبعا سبحانه وتعالى في حته الشغل كمان في النادي الاهلي. على فكره يعني ده شيء يعني دايما الاهلي بقى ما بينساش ابنائه الحته دي. اكيد طبعا. يرجع لربنا طبعا سبحانه وتعالى. وكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي اول واحد كلمني، كان هو نائب مدير الاكاديميات مع كابتن محمد رمضان، وعرض عليا الشغل، فانا يعني كنت كان بقالي حوالي 7 شهور مبطل كده، فقلت له طبعا يعني ليه شرف ليا وهاجي اشتغل وبتاع، والحمد لله اشتغلت سنه ونص في الاكاديميه، وبعد كده رحت القطاع يعني القطاع. والمسيره بدات يعني كمدرب يا كابتن، كمدرب في مدرسه الكوره. جمهورنا بس حته المشوار في قطاع الناشئين. دخلت مدرسه الكوره تحت قياده الكابتن امين عرابي، وده برده من الناس اللي لها فضل عليا، اتعلمت منه حاجات كتير. اشتغلت معاه نص موسم، لان انا اتنقلت في نص موسم، لان اشتغلت سنه ونص في الاكاديميه. بعد كده طلعت القطاع، طلعت الفرق القطاع، اشتغلت مع كابتن عمرو انور، هو اشتغل شهرين بالظبط، وبعد كده راح منتخب مصر اللي هو 91. فمسكت انا الفرقه يعني ومشيت بيها الحمد لله، خدت بقى البطوله في الموسم ده. اشتغلت السنة التانية، جال هي الموضوع بتاع الكابتن زيزو لما مسك الدرجة الأولى، فطلب ان انا اكون موجود معاه، والحمد لله كان ليا الشرف طبعا ان انا اشتغل معاه. يعني انت عارف كابتن ياسر وانت بتتكلم ان انت يعني وقت قليل انت مسكته في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، طلعت فريق اول. ده يدل على ان ثقه كبيره جدا موجوده من كابتن زيزو والقطاع نفسه طبعا، الشخصيه اللي موجوده امامهم سواء بقى مدرب او اداري حتى يعني. وبرده الفضل يرجع بعد ربنا الكابتن خطيب، لانه فعلا كان يعني الحمد لله يعني سنيدني، وكنت باخد رايه في حاجات كتير في الفتره دي. حتى لما جيت اتنقل من الاكاديميه للقطاع، كابتن هادي خشب كلمني قال لي كابتن خطيب بيسالك انت عارف مثلا الراتب هنا كام والراتب كام؟ قلت له انا عارف، بس انا عايز اشتغل في القطاع وبتاع، وابقى قريب من الملعب اكتر وكده يعني. فقال خلاص يعني. فهو كان بصراحه كان
بيساعدني برضو في الفترة دي كويس جدا، وهو برضو من الناس اللي طبعا أكيد لأنه كان في لجنة الكرة ساعتها مع كابتن حسن حمدي، فهم طبعا أكيد هم اللي اتعرض عليهم الاسم وهم اللي وقفوا، فلهم فضل عليا طبعا هم الاثنين. يعني بتشوف النادي الأهلي هي منظومة مؤسسة كابتن ياسر احترافية؟ أنت أكيد تعاملت طبعا في مجموعة من الأندية مختلفة خالص. أنا لعبت في ثلاث أندية في مصر يا كابتن فاروق، بلدية المحلة، النادي الأهلي، والنادي الأولمبي. ما يمكن ما لعبتش في انديه ثانيه من المنافسين، مثلا زي نادي الزمالك نادي كبير، نادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي المصري، كل الانديه انديه كبيره، لكن طبعا في تفاوت في المستوى. يعني انا يعني لما جيت النادي الاهلي ما حسيتش بفرق، يعني ما حسيتش بفرق بين الاهلي وبين المانيا، يعني هانز روسو مقارنة بفريق المانيا، يعني انا بقارن بالاحتراف يعني باعلى حاجه. يعني انا كل هنا كل واحد عارف بيعمل ايه، وكل واحد ما يقدرش يتعدى حدوده. الالتزام والنظام كانت هي اهم حاجه، واي حاجه بتنجح لازم يبقى فيها التزام ونظام، وكل واحد يبقى بيقوم بشغله بس ما يقومش بشغله وشغل غيره، او ممكن يقوم بشغل غيره ما يقومش بشغله. لا، النادي الاهلي بصراحه منظومه محترمه لها كل التقدير والاحترام بصراحه. ما انا يعني ما فيش حد، ما يعني مش عايز اقول ان هو كامل مكمل، لان مفيش حد كامل غير ربنا. البطوله دي يا كابتن ياسر بطوله 98 كنا رايحين محطمين. لا يعني انت قمت بدور مهم جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني هقول لك، انا واحد من الناس كان دايما ابراهيم حسن هو اللي امامي دايما باستمرار كباك رايت، انت جيت حطيت لمسات مختلفه. الكابتن ابراهيم حسن طبعا نجم كبير واستاذنا كلنا يعني، وهو من احسن انجبت الكره المصريه في المكان ده يعني. في ناس كتير طبعا، لكن هو اللي كان علامه بارزه لانه لعب طبعا كاس عالم. يمكن انا بقول تاني واحد هيجي بعديه هو احمد فتحي، لان احمد فتحي ما شاء الله ثلاث بطولات حصل عليهم، وهيلعب بطوله كاس عالم يعني. يعني هو هيبقى في التصنيف هيعدي كمان، هيعدينا كلنا. انا بتكلم في المرحله دي احمد فتحي ما شاء الله عليه طبعا. طبعا طبعا هو قلب الاسد، انا دايما بس. لكن البطوله دي احنا يعني لو انت لاحظت يا كابتن فاروق ان ما كانش فيه الا كابتن حسام والكابتن هاني رمزي، هم بس اللي من الجيل القديم اللي حققوا حاجات لنفسيهم او لمنتخب بلدهم. لكن الجيل اللي كان موجود في ساعتها ولا واحد عمل اي حاجه. فكان عندنا اصرار غير عادي، خاصه ان احنا تهاجمنا هجوم شديد هنا قبل ما انت ترجعوا في الدور الاول. بالظبط، يعني يمكن التذاكر كانت محجوزه كمان بعد اول ثلاث مباريات. الجار الله يرحمه. لكن الحمد لله وتوفيق ربنا واصرار الناس اللي كانت موجوده والروح اللي بيعملها الكابتن جوهري والحماس والبلد وعالم مصر، الحاجات دي كلها مؤثره بتاثر في اللعيب. يعني هرجع تاني لجزئيه المقارنه ما بين الاحتراف يا كابتن والجزء الاداري في الاحترافي في البوندسليغا والنادي الاهلي، بتكلمني عليه ان مفيش فرق. لا انت حسيته حتى كمان لما ابتديت تشتغل كمدرب اعتقد كابتن ياسر. طبعا طبعا انا كتير جدا حته ان انت تدي الاستقرار للجهاز الفني والاداري. اكيد 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 النادي الاهلي يعني من اهم المميزات ان في استقرار داخلي، ان مفيش مشاكل، مشاكلنا جوانا وبتخلص، لها حلول، دايما بيبقى لها حلول، غير بعض الانديه المشاكل بتاعتهم على الملأ وبتبقى يعني مشاكل كبيره. لكن النادي الاهلي لا، يمكن انا من ضمن الحاجات كابتن عاشور كان فتره من الفترات هو مدير فني الاكاديميه، وانا كنت مدير فرع. جه فتره من الفترات برضو عشان الحته الاداريه انا برضو اشتغلت فيها كويس، انت قلت كنت شغال نائب مدير قطاع الناشئين مع الكابتن زيزو. فبدات برضو اتعلم حاجات كتير في الاداريات من الكابتن زيزو، لانه بصراحه هو موسوعه. يعني دماغه فعلا ذكاء ربنا يحفظه، هدوء كمان جدا. يعني كابتن زيزو هادي جدا، يفيدك كل كلمه بتطلع. كان الاولمبي ساعتها كنت موجود، كابتن عارف كابتن زيزو كويس في حته، فكل كلمه بتطلع بحساب ولها قيمه. مش 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 اي حاجه وخلاص. صحيح. يعني صحيح. فانا اتعلمت منه، فحتى انا يعني كنت بقول لك كابتن عاشور كان ماسك مدير فن الاكاديميات وانا مدير فرع، بعد كده انا بقيت نائب مدير القطاع وهو مدير المدرسه، فانا بقيت ارقصه بعد ما كان هو بيرقصني. اختلفت الادوار، كل منصب بقى ليه احترامه يا كابتن فاروق، ملوش علاقه بقى انت كنت تحتيه قبل من السنه اللي فاتت ولا اقول لك انت، لا انت هقول لك يا كابتن ليه ده انت كنت تحتيه وبتاع ومش عارف ايه. هو في احترام طبعا متبادل، فده من الحاجات برضو يعني هي حاجات بسيطه طبعا لكن مؤثره، تفرق في الجزء الاداري بشكل طبعا كبير. طبعا ده الاكبر دليل انا بقول لك ايه، ان كل واحد عارف شغله ايه وما بيتعدهوش، وفي سيطره، في رؤساء بيتابعوا المنظومه
عشان كده فينا دايما نجاح يعني. صحيح. اتذكر بقى كابتن ياسر في ظل وجودكم كفريق اول ما كابتن زيزو كان الاهلي بيمر في الوقت ده بمرحله صعبه يعني. كلمني عن المرحله دي نفسها، ويمكن حققتوا بطوله سوبر تقريبا او لا هو الدوري طبعا كابتن مستر مانويل جيزي جه بعدنا كان في انتوا لعبتوا اهلي او زمالك حاجه مع لا انا لعبت سوبر ده السوبر صح السوبر. المرحله دي كانت صعبه جدا يعني، هم كانوا 5 مباريات ويمكن اكتر وقت النادي الاهلي تعادل فيه 4 مباريات ورا بعض او 3 حاجه زي كده. ما كسبناش الا ماتش واحد على ما اعتقد، كان هو الحرس وتعادلنا 4 مباريات. لكن احنا جينا لقينا اللعيبه في حاله سيئه جدا نفسيا طبعا، ما فيش حد عايز يتمرن. يمكن في وقتها كان وائل جمعه وابو تريكه واحمد حسن، وكان جيل قوي قوي، بس تحس ان في حاجه مش مظبوطه. يمكن طبعا كابتن زيزو ادار الموقف بشكل احترافي جدا. لاعب الاهلي مش ناقص تمرين ومش ناقص ماتشات، هو محتاج يتعامل نفسي بس يخرج بره. بالظبط كده. ده وسيد معوض كان موجود يعني، فاكر حتى اول تمرينه كان هو بيلف حوالين التراك مش عايز يتمرن يعني. فكابتن زيزو بقى ياخدهم واحد واحد، وبعد كده جمع خطوطه، وبعد كده جمع الفرقه كلها وبدا يتكلم مع الناس. بدانا نجمع الفرقه تاني ورجعناها. يمكن لو انت فاكر يا كابتن فاروق، كان كابتن حسام حسن ماسك الزمالك الفتره دي، وكان اخر ماتش لينا هو ماتش الزمالك. وكانت كل الاعلام والجمهور ان الزمالك دي فرصته ان هو يدي 6-1 للنادي الاهلي. والحمد لله احنا كنا مسيطرين على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكان في ايدينا نكسب، لكن عدم التوفيق هو اللي حال عن الفوز يعني في الوقت ده. ده احنا بنتكلم في سنه كام ده كابتن ناصر؟ احنا 2012 2011 في التوقيت ده. صحيح انا فاكر المباراه دي. لكن التجربه كانت مهمه جدا في الاول، اضافت ليك كابتن ناصر، وخصوصا بقى ما تبقى مع مدير فني مع كابتن زيزو. بص يا كابتن فاروق، انت لو دقيقه في الدرجه الاولى اتحسبت لك انك مسكت في الدرجه الاولى يعني. انا بخش بالسي في بتاعي ومعايا شهاده موقعه من النادي الاهلي ان انا اشتغلت درجه اولى في النادي الاهلي. دي الوحيدة خلاص، انت مش محتاج سي في، محتاج سي في ايه؟ يعني انت جيت في احسن نادي في افريقيا واشتغلت فيه، انت منتظر مني ايه؟ ما هو مش معقول الناس دي كلها، معلش مع احترامي لهم، انهم ما يفهموش. لا دول عباقرة الكورة يعني، جهابسة الكورة في المجال، هم اللي اختاروني ان انا ابقى موجود في الحتة دي. فاكيد هم شايفين فيا حاجة يعني. طيب بعد جزئية النادي الاهلي يعني انت قررت خلاص بقى تنتقل لجزئية، ما حاولتش ترجع للقطاع تاني كابتن؟ لا انا رجعت نائب مدير قطاع مع كابتن زيزو، انا رجعت معاه تاني. اشتغلت فترة وبعد كده جالي بقى، قلت حبيت اخد تجربة ان انا اشتغل مدير فني. كانت نابارو كانت عارضه عليا قبلها بسنه ان انا اشتغل، بس انا رفضت وجات لي تاني، فقبلت المهمه. اشتغلت السنه بقى، واللي حصل فيها المشكله بتاعت مصر ماتش بورسعيد ده، والدوري توقف، وبعد كده بدات بقى هي اتنقل من نادي لنادي. وسافرت اشتغلت شويه في النصر الليبي مدرب عام، وبعد كده رجعت بقى على منتخب 95 مع كابتن علاء ميهوب. انا يعني عايز اقول لك بس، لان انا كنت متواجد معاكم في المنتخب كابتن علاء ميهوب وحضرتك كمدرب عام واحمد فكري الصغير، وانا كنت مدير كوره، وكان معانا طبعا كابتن محمد يونس كمدرب حراس مرمى عشان ما ننساش. التجربه كانت مميزه جدا، انت مجموعه لعيبه مميزه طلعوا من بعد المنتخب ده، هنتكلم تقولهم انت كابتن؟ لا اتفضل قولهم، بس انا ليا تعليقات. رمضان صبحي وكريم ديفيد ومحمد هاني وكان مين تاني ويوسف اوباما، ومجموعه من اللعيبه مميزه جدا بتلعب اساسيه، بنتكلم رمضان دلوقتي في السوبر سيتي، وندفيد وناصر ماهر وناصر ماهر طبعا ويوسف اوباما وناس كتير، والونش يعني ناس كتيره. بصراحه كانت ممكن دول اتاخدوا بعد كده، وكريم حافظ صحيح يعني. معظم اللعيبه بتاعتنا وصلت الحمد لله لعبت منتخب مصر. يمكن انت عارف الظروف يا كابتن فاروق اللي احنا مرينا بيها، ما كانش في دوري اصلا قطاعات، ولا كان لسه النشاط ابتدى يرجع تاني، بدا كان لسه هيبدا بس ما كانش لسه بدا يعني. لو تفتكر احنا عملنا منتخب اسكندريه ورحنا اتفرجنا عليهم، هو منتخب البحري، ورحنا اتفرجنا على منتخب القناه ومش عارف يعني. احنا جبنا اللعيبه بتاعتنا في ظروف صعبه جدا، الوقت كان قصير جدا، عملنا جبنا مجموعه لعيبه مميزه. يمكن لو تفتكر الكابتن علاء زارنا في المنتخب، كان هو بيسالنا على لعيبه 91، بما اني كنت ماسك 91، كان ايامها حسين السيد في المقصه، لؤي وائل كان في ليرس، العش كان في الاسماعيلي، تاحه كان في وادي دجله،
المجموعة أيمن أشرف مانجا عندك في مين كمان إسلام محارب لأن إسلام محارب أنا الحمد لله أعوذ بالله من كلمة أنا عمرو جمال وإسلام محارب أنا اللي جبتهم من النادي يعني طبعا بتوصيات كابتن ناجي خليل كان في الفترة دي هو في اللجنة الفنية فهو بيقول لي في كذا فأقول له هاتوا نشوف عمرو جمال إحنا جبناه في وسط موسى اسلام محارب جبته الموسم اللي بعديه اللي هو انا صعدت في درجه اولى بس مسكت اشتغلت شويه وبعد كده الكابتن علي ماهر مسك بعديه جبنا اسلام محارب من كفر الشيخ فسالنا على المجموعه مين اللي يرجع وشايف مين اللي يفيد النادي الاهلي فاتكلمنا المهم هو رجع لؤي ورجع حسين السيد اتكلمنا على العش قلت له العش متباع فمش هينفع يرجع مانجا كان نفس الكلام اسلام محارب كان برده اتباع للجونه في الفتره دي فالمهم يعني اتكلمنا فوصلت طب مين اللي عندك وانت حضرتك كنت قاعد في قلنا له طبعا كان في رمضان ناصر ماهر كريم ندفد محمد هاني لو تفتكر دول الاربعه اللي كانوا عندنا فقال يعني دول قلت له دول حتى انت كلمت ساعتها وكابتن علاء مهوب كان موجود قال لك دول هيبقوا مستقبل ده احنا بنتكلم احنا هنا مشوارنا في البطوله كابتن رمضان صبحي بقى في الفريق اول على طول ده هو رجع من معسكر لو انت تفتكر احنا كلمناه انت لو تفتكر قلت له احنا قلنا انت في خلال شهرين هتبقى نجم مصر حسن. فلازم الشخصيه تتغير ما تبقاش لاعب المنتخب الشباب لان انت لازم تبقى زيك يعني شخصيتك تبقى سابقه كمان سنك طبعًا. زي ما لعبك سابق سنك لازم طبعًا. شخصيه وانا حزين برضو على رمضان الفتره اللي فاتت ان هو يمكن بقى هو ما نضجش بالصوره اللي هي اللي تخليه يتاقلم مع القو في الجو في انجلترا كنت اتمنى طبعا ان هو يبقى يشارك بصوره اكبر من كده كنت اتمنى حتى هو لو لا قدر الله الفرقه بتاعته هبطت للدرجة الثانية كان هو لازم يبقى عنده أكتر من عرض في الدوري الممتاز يمكن أنا متأثر بالحالة بتاعته ونفسي أعرف هو في يعني نفسي أنا أقابله مرة أقول له في إيه يعني أنت مستواك يلعبك في 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 أندية كبيرة هل هي حتة تطوير يا كابتن ما أعتقدش إن الناس يعني موجودين عشان يطوروه برضه ما هي تطوير الأداء نفسه أنت عارف الاحتراف يا كابتن فاروق برضه إحنا عندنا الناس هنا مفكرة الاحتراف إن أنت قاعد في النادي 24 ساعة وده مش صح الاحتراف انت رقيب نفسك يعني احتراف يعني التزام ما حدش هيراقبك انت بتلتزم وانت عارف مصلحتك لازم تبقى عارف مصلحتك فين لازم تبقى منظم لمواعيدك عارف تمرينك امتى عارف ماتشك ايه عارف تعمل ايه في الوقت المناسب لكن احنا هنا ممكن يقول لك الاحتراف ده يعني طبق نظام اليوم الكامل ايه اليوم الكامل ده يعني ايه يعني اجي من الصبح الساعه 7 تروحني الساعه 10 بالليل مفيش الكلام ده حتى احنا ما يبقى في المانيا عندي تمرينتين ببقى موجود قبل التمرينه بساعه وبعد التمرينه بنص ساعه وبعد كده برجع نفس الكلام التمرينه بتاع بروح وبرجع بساعه وبعد كده نص ساعه وبعد كده بروح بيتي. طيب نصايحك لرمضان بقى كابتن من غير ما تقابله كده من وجهه نظرك الجزئيه الاحترافيه هو اكتر واحد طبعا عارف الظروف اللي مر بيها ويمكن هو طبعا اكيد الظروف اللي مر بيها ده ظروف صعبه جدا فرقه تهبط وهو موجود فيها اتمنى ان هو يبص للنجم الكبير محمد صلاح يشوف ايه اللي خلى وصله للعالميه بالشكل ده اكيد في حاجات كتير اكيد في حاجات انت ما عملتهاش اللي هي تخليك توصل للنجوميه دي دور عليها رمضان لانك انت خامه كويسه ولاعيب كبير ولاعيب في النادي الاهلي يعني ما شاء الله يعني عملت هنا نجوميه كبيره في وقت قصير احترفت بسرعه في احد مش في احد في احسن دوري في العالم فرصه يمكن احنا زمان كنا بنطلع بصعوبه يعني تطلع عشان تطلع تحترف تطلع بصعوبه لان الميديا والحاجات دي ما كانتش بالشكل ده نجم منتخب مصر اتمنى ان شاء الله ان انت تدور على الحاجات اللي وقعت منك الفتره اللي فاتت عشان ترجع رمضان صبحي اللي نعرفه هو كابتن بس عشان هاتت ان التطوير ما بيبقاش بدني فقط هو لا خالص عقلي لا عقلي ما انا هو اهم حاجه انك تغير الفكر هو ايه الفرق بين لعيبه اوروبا ولعيبتنا يا كابتن هو فكر صحيح انت عندك المهاره هو بيبص انت بتعرف تباص هو بيراوغ انت بتعرف تراوغ هو بيشوط انت بتعرف تشوط لكن ازاي هتوظف الحاجات دي من خلال التفكير هرجع بيك لورا ويمكن مش ورا قوي وانت في ظل وجودك في هانز روستوك واللي يمكن دعاك من فتره قريبه في احتفاليه لقدماء ده كان احتفاليه قدماء لهانز روستوك طبعا مع زميلك كابتن محمد عماره نجم النادي الاهلي برضه واللي انتوا كنتوا زملاء في هانز روستوك وجيتوا في نفس التوأم انا كمان حبيبي العمره اكيد هو بيتفرج علينا دلوقتي بنسلم عليه طبعا بيسلم عليك اكيد قول لي بقى الاحتفاليه دي كانت لا انت هم دول جيلين
جيلين. الجيل بتاعنا اللي هو يعتبر اعظم جيل في تاريخ النادي، اللي هو قعد اكبر فتره في الدوري في البوندسليجا، في الايستا بوندسليجا هي اتقال كده يعني، اللي هي الدرجه الاولى. كنت انا وعماره واوليفر نوفيل، ده كان لعيب كبير برضو في المانيا، لعب في انديه الدوري الالماني الكبيره، وكان منتخب المانيا ولعب معاهم كاس عالم. اوليفر نوفيل هو اللي واقف في وسطنا ده، تمام. وفي بيتر فيبران، ده كان من السويد. دول الاربعه بس اللي حضروا من الجيل بتاعنا والجون. احنا الاربعه دول اللي دعينا، دول يعني كان اكبر اكتر اربعه مؤثرين في الوقت ده، لان احنا اكبر اكتر ناس قعدنا في انا قعدت 6 سنين، عمارة 4 سنين ونص، اوليفر قعد 3 سنين ونص، بس طبعا ده كان احد نجوم المانيا. بيتر قعد 7 سنين، الجون قعد 6 سنين. ف هما كانوا بيحتفلوا بالجيل الذهبي اللي هو احنا. انت الاول ولا كابتن عماره اللي راح؟ لا انا الاول، انا 96. عماره استقبلته ازاي يا عماره بقى؟ استقبلته ازاي؟ اكيد برضه يعني ذكريات جميله. عماره ال 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 كان هو يمين وهو شمال، وبرضه جيت النادي الاهلي. لو تفتكر يا كابتن فاروق، انت كنت موجود وعماره لما جه من البلديه على النادي الاهلي، بعد سنه كده جاله تمزق في الرباط وسافر عشان يعمل العمليه في المانيا. كنت انا في الوقت ده موجود هناك، فهو كان بيأهل في دوزلدورف وبتاع ومش عارف ايه، فقلت له لازم تيجي اخر اسبوع يتأهل عندي وكده، وانا استاذنت الناس والناس مرحبه وبتاع. فكان معانا مدرب لطيف ومحترم وبيحب الاجانب يعني، فجاء اسلم عليه وبتاع، فبيسالني هو لعيب، قلت كنا مخلصين بقى بطوله 98، كان الكلام ده 99. قلت له ده واخد احسن باك كوره، ومش باين عليه ان هو كان لعيب كوره في الوقت ده ولا ايه؟ لا ده عماره عالمي. كان واخد احسن باك ليفت في البطوله. فقال لي طب ممكن اتفرج على، كان ايامها شرايط، ما كانش فيه سيديهات بقى والكلام ده. فقلت له نجيب لك كم ماتش. فعماره لما رجع القاهره بعت لي الماتشات اتفرج عليها، فقال خلاص هنخلصه، حتى احنا خلصناه في نص الموسم يعني. والله والله انت كنت سبب يعني من اسباب وجود ده. هو ربنا طبعا اللي بيرتب كل الامور يعني. طبعا حاجه جميله. لا وعماره طبعا شخصيه جميله طبعا، شخصيه ولعيب كان عماره ده بقى بتاعه ما شاء الله، انت رجله ذهبيه يعني. كانت تغذيه رهيبه لاي راس حربه. طب خلينا نروح لفاصل كابتن ياسر ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. يعني هنكمل مشوارك في الفتره او جزء التدريب، ثم ان شاء الله يعني الفتره الجايه تعمل ايه كمان؟ هل هتتوقف عند منتخب السويس ولا انت قلت لي انت نفسك تبقى في الممتاز مع الفريق او تطلع بالممتاز؟ ولكن برضه هنتكلم عن النادي الاهلي، ونتكلم على الكابتن حسام غالي اللي يمكن انت برضه عاصرته في سنه 2003، والفتره اللي جايه لحسام غالي هيكون عامله ازاي. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن ياسر. خلينا نستكمل معاك يمكن بعض الذكريات، حته هانزا روستوك والاستفاده من فريق يعني موجود كان قوي في الوقت ده في الدوري الالماني. هو فين دلوقتي هانزا روستوك؟ للاسف درجه ثالثه. درجه ثالثه يعني ما هو عشان كده انا قلت لك ايه، العصر الذهبي بتاعهم الفتره اللي احنا كنا عشان كده تم يعني كانوا 8 سنين ورا بعض. من 2005 تقريبا لحد 2004 هي دي الفترة الذهبية، واحنا وانا رحت 2002، قعدت لحد من 96 ل 2002، وعمارة جاء 98 بعد أمم أفريقيا على طول، قعد معايا ونزلنا مع بعض. طب أخدتوا قرار إن أنتوا ترجعوا لمصر، ويمكن بالأخص هو النادي الأهلي، قرار جه إزاي يا كابتن ياسر؟ في الفترة دي كنت أنا مصاب، وكان كابتن عمارة كان بينزل هو المنتخب مباراة المنتخب مصر. يمكن هو تقابل بقى مع كابتن علاء صادق وكابتن طارق سليم وكابتن صالح سليم، واتكلموا معاه ان احنا على رجوعنا، وكابتن خطيب. فعمارة انا قال لي الصوره، وقال انا هرجع وبتاع، وانا عايزك هو اللي هو اللي يعني عمارة قال قاد المسيره في الاول. وطبعا بشكره على ان هو جابني النادي الاهلي، دي حاجه طبعا برضو جميل ما نساوش لكابتن محمد عمارة. وهو رجعني الاهلي. بعد كده بدات بقى قال لي هم هيكلمونا وبتاع، فالتليفون لنا كابتن خطيب بيكلمنا واحنا موجودين هناك. عارف كابتن خطيب طبعا يعني حاجه كبيره يعني بالنسبه لنا برضو، مجرد ان هو يتكلم خلاص يعني ما ينفعش تتكلم بعديه.
فالحمد لله ان احنا خلصنا 2002 ورجعنا على النادي الاهلي. ما كانش في اي شروط خالص، هو رجوع على طول. مين يشوط على النادي الاهلي يعني؟ لا يعني الكلام مثلا انت لاعب محترف خالص خالص، بالعكس احنا اتفقنا على حاجات وخدنا حاجات زياده يعني. انا واحد ده انا مجرد انت بس يعني بتوافق النادي الاهلي بيقيمك بشكل كبير. هو بصراحه بالحته دي محترمه جدا يعني، مجرد انك تمضي حتى على بياض هو بيعرف يقدرك كويس. طيب هرجع لجزئيه بقى المنتخب الشباب اللي انت كنت فيه، لان انت بتتكلم في مجموعه لعيبه مهمين او هو مستقبل للنادي الاهلي، كان منهم رمضان صبحي وربنا وفقه في جزئيه الاحتراف او حتى مكان جديد يروحه يبقى ربنا وفقه فيه، انت قلت له نصيحتك. لكن مجموعه اللعيبه المتبقيه سواء بقى محمد هاني او كريم نيدفيد، ناصر ماهر اللي ممكن يعود بشكل كبير، ويمكن انا عايز اتكلم على ناصر ماهر لان الكلام كتير على ان هو بديل لعبد الله السعيد بطريقه لعبه باسلوبه بمكانه حتى ده موجود فيه ناصر. هو ناصر طبعا من اللعيبه اللي ما ينفعش اتنين يختلفوا عليها. يمكن ايام ما كنا ماسكين القطاع مع الكابتن زيزو، يمكن اللعيب الوحيد اللي كابتن زيزو كان بيستنى التمرين بتاعه يروح يقعد له يعني، يجيب الكرسي ويقعد يتفرج على ناصر ماهر في التمرين. ناصر من اللعيبه كويسه قوي، اللي بتعرف تفكر، اللي عندها حلول جوه الملعب، اللي في لحظه ممكن يوصلك للجون، اللي في لحظه هو كمان ممكن يقدر يجيب جون. وبعدين هو عنده حته الفايتر برضو، هو حجمه مش كبير، جسمه مش قوي. حظه كان وحش قوي كابتن ياسر. نعم حظه كان وحش في الاصابه، حته الاصابه مرتين بشكل كبير. طبعا طبعا، ويمكن هي دي اللي خلت النادي الاهلي يخليه يخرج اعاره، بحيث ان هو يرجع جزء من الفورمه بتاعته، بحيث ان هو ما يرجع النادي، لان انت عارف الضغوط اللي عندنا لازم تبقى انت فت 100%، ما يبقى ما ينفعش تبقى 50 60، لازم تبقى جاهز 100%. يمكن هو فرق طبعا بشكل كبير جدا مع فرقه سموحه في الدوري. وجوده هيحل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي بعد رحيل عبد الله طبعا، واختم مشوار الكابتن حسام غالي. المكان ده هيبقى شبه فاضي. يمكن حتى احنا شفنا المباراه اللي فاتت، وليد سليمان من اللعيبه الكبيره جدا وتاريخها كبير وامكانيات غير عاديه، لكن وليد على الطرف افضل ما بيبقى في الحته اللي هي في القلب ده، انتاجه يبقى اعلى في المكان الثاني. لكن المكان ده هيأديه، لكن مش بالصوره اللي هي ايه توصلك للنجاح فيه. فاعتقد ناصر ماهر في الحته دي هيفيد النادي الاهلي كويس جدا. في حاجه كمان، انا كريم نيدفيد معاه طبعا وجهه نظر، ووجهه نظر كابتن حسام يعني، هي يعني هو صاحب القرار، لان اللعيب هو اللي بيتمرن معاه حاليا وهو اللي شايفه تحت عينيه يعني. كريم لو تفتكر يا كابتن فاروق، احنا لعبناه ديفندر، لكن هو اساسا يا فرود يا تحت الفراوده، هي دي المكان بتاعه، لان هو بيشتغل على حته ان هو يقطع كتير. كابتن حسام لعبه في وقت من اوقات يا كابتن ياسر في الجزئيه دي يعني شاركه في الجزئيه دي، هو بيشارك تقريبا في هو بيشارك انت قلت بيشارك، لكن مش بصفه اساسيه يعني، ايه على فترات. ودي مشكله لعيب الكوره، وانت طبعا كابتن كبير وعارف ان اللعيب ما الفورمه بتاعته ما بتكملش الا بعد كام ماتش ورا بعض. ما ينفعش ان انا انزل لك ربع ساعه والماتش اللي بعديه ابدأك وبعد كده تقعد، حتى ثقتك في نفسك بتبدا تهتز يعني. وانا عايز طبعا الكابتن حسام، لان انت النادي الاهلي مطالب بالبطوله ومطالب بالاداء ومطالب بالمكسب، فمحتاج دايما اللعيب اللي هو على طول جاهز، مش لسه مش هجرب انا يعني. لكن كريم عنده امكانيات كويسه، لان انا شايف فيه هجوم غير عادي عليه الفتره اللي فاتت. كريم من اللعيبه كويسه قوي. لو انت عايز تتفرج على كريم ارجع لماتشات وادي دجله. وانت تعرف كنا بنتكلم ازاي على كريم جازم، دربتهم في القطاع كابتن اللعيبه دي قبل يعني في المدرسه. في المدرسه يعني كانوا معايا في المدرسه. في المدرسه ساعتها كبروا بسرعه ولا انت اللي كبرنا؟ احنا اللي كبرنا. يعني نرجع لوادي دجله، هتشوف كريم كان ماشي ازاي وكان عامل ايه، وكنا بنقول لازم يرجع النادي. الظروف بقى والتوقيت وكل الحاجات دي ساعات ما بتبقاش في صالح اللعيب يعني. لكن ما فيش حد يختلف ان كريم نيدفيد عنده امكانيات كويسه. انا فاكر الجون بتاعه في كونغو في اسكندريه، الجون الثاني، جون كان نص بعد نص الملعب يعني، هو حاجه كويس. وبعدين هو كان احسن لعيبه في المباراه ده يعني. المباراه دي ده حقيقي. محمد هين، محمد هاني يمكن لحد ما كابتن حسام بيعتمد عليه في اوقات، والصراحه الجمهور بيثق فيه برضه في التوقيت ده. انا مش عايز ابالغ يا كابتن فاروق، لكن محمد هاني بيعتبر يعني بعد ان شاء الله عمر طويل لاحمد فتحي، ان محمد هاني هيبقى بكره نادي الاهلي ومنتخب مصر، لانه عنده كل الامكانيات اللي تاهله ان هو يبقى اساسي في المكان ده. سرعه موجود، الحته الدفاعيه والتغطيه والتمركز موجوده، الباص
كورته كويسه الاوفر بتاعه وده من اميز الحاجات عنده اوفر بيخش ال 18 بيخش ال 18 بيرفع بشماله وبيرفع بشماله فعنده الامكانيات وعنده الميزات وعنده يقدر يخش جوه بيعمل 1 2 يعني قليل جدا لما تلاقي الصفات دي كلها متجمعه يعني المحمدي مثلا نجم منتخب مصر وشوف احترف قد ايه بس المحمدي استحاله يقطع لجوه هو لازم يجري على الخط ويوصل للاخر ويعمل الاوفر لكن هاني عنده حلول ويقدر يلعب نص ملعب كابتن كنت بتلعبوه بيلعب نص ملعب وسلاب فتره نص ملعب برضه وظفه وانتوا وظفه هو كابتن حسام هو ما هو اللعيب كويس مش كويس بس مهريا ولا اهم حاجه خططيا وتكتيكيا في الملعب انك تتحليل اكتر من مكان بده انك تشتغل بدماغك وبفكرك مع المدير الفني وتشوف التعليمات ايه وتنفذها خلاص هو المدير الفني عايز ايه غير انك تنزل تعمل اللي هو عايزه لو عملت اللي هو عايزه خلاص انت موجود صحيح ودي من الحاجات اللي للاسف المحترفين بتوعنا لما بيطلعوا بره هم ما بيركزش مع المدرب قوي هو بينزل يتمرن وخلاص لكن ما بيقراش فكر المدرب وهو عايز ايه لو قرا فكر المدرب وعايز ايه عمره ما هيقعد بره يعني انت بتشوف ان كريم نيدفيد مثلا محتاج وقت يا كابتن محتاج يلعب دعم جمهور كمان محتاج يلعب ودعم جمهور نصبر عليه دول ولادنا يعني ده بقاله 12 ولا 13 سنه في النادي يعني صرفنا عليه واحنا لو هو مش امكانياته كويسه مش هنصرف عليه ولا هنخليه في النادي الاهلي فازاي انت تبيع لعيبك دلوقتي او تسيبه وبعد كده ترجع تشتريه لا الراجل عندنا طب ما احنا عندنا امثله كتير كابتن فاروق لعيبه مشيناه ورجعنا اشتريناه يعني احنا هنستنى لحد ما يطلع يبقى كويس بره وبعد كده نرجع نشتريه طب ما هو عندي طب ما انا يعني اتعب شويه معاه واستحمله شويه عشان بعد كده في ناتج لانه هو صغير مش كبير صحيح طب خلينا نروح للتقرير عن ازمه الجبهه اليمنى باستمرار كابتن ياسر واللي لعبه في الجبهه اليمنى وانا نرجع نكمل كلامنا على مجموعه اللعيبه دي كمان ومجموعه اللعيبه بقى اللي جايه خصوصا ان احنا عندنا واحد من اهم اللاعبين مش هيبقى متواجد خلاص غالي بدايه من يوم 11 او يوم الجمعه فيعني كلام كتير عن الجزئيه دي والفتره الجايه النادي الاهلي وفريق الاهلي عنده يعني مهام كتيره جمهوره بينتظر منه الكاسي خلينا نروح للتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر في زمن ندرت فيه المعجزات نجح النجم الكبير واللاعب الدولي السابق ياسر رضوان في تحقيق ما يشبه المعجزة الكروية بالإبقاء على نادي جمهورية شبين أحد أقدم الفرق في مسابقات الكرة المصرية بالقسم الثاني وإنقاذه من التراجع والرحيل إلى دور النسيان وعالم الظلام في القسم الثالث تسلم التركة الثقيلة واضطرته الظروف إلى خوض معظم مباريات الفريق المنوفي خارج ملعبه نجح في الفوز على الترسانة في لقاء الجولة الأخيرة بعد أن توقع الجميع فوزا مؤكدا للشواكيش وتأهله لدور الأوضواء والشهرة وعلى ملعب العباسية كانت الملحمة المنوفية بس يمكن احنا بنتكلم على مجموعة اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها النادي الاهلي المرحلة اللي جاية محتاج يعني طبعا مجهودات كبيرة خصوصا يعني اللعيبة الخبرات نفتكر احنا مع بعض ان في الوقت اللي كنا فيه مع بعض كان مجموعة خبرات كبيرة تتكلم انت كنت واحد من اللعيبة الخبرات اللي جاية بتجربة احترافية مميزة ايضا محمد عمارة كابتن وليد صلاح الدين كابتن هادي خشبة كان مين تاني سيد كابتن سارع حفيظ متواجد يعني مجموعة كبيرة جدا انت كل ما بيبقى عدد الخبرات موجود بشكل كبير الامور عندك بتبقى مستقره بتلاقي تحس ان في فريق بشكل كبير قوي نقص واحد زي حسام غالي اعتقد هيأثر بشكل كبير تفتكر طبعا حسام غالي قيمه كبيره واكيد عدم وجوده هيسبب فراغ لكن انت عارف يا كابتن فاروق ان دي حل للكوره اكيد النادي الاهلي قادر ان هو يعوض الجزئيه دي في الفتره اللي جايه الخبرات مهمة جدا في الفرقة خاصة وانت بتعمل احلال وتجديد في الفريق لازم الناس اللي انا يعني انا ناشئ طالع هتعلم من مين؟ ماشي المدرب بيمرنك وبتاعه بس المواقف بقى اللي في الملعب ولما تلاقي واحد جنبك بيشد من ازرك ويصحح لك خطأك ويقول لك تقف ازاي تحرك ازاي امتى تروح امتى ترجع ما هي دي المفروض ان احنا بنشربها من اللعيبة الكبيرة او اللعيبة الخبرات في الملعب صحيح. فدي مهمة جدا مهم ان انا اقعد اتفرج على حسام غالي وهو بيلعب انا بلعب مكانه
اشوفه ازاي بيتحرك، اشوف بيعمل ايه. من الحاجات المهمه اللي انا خايف على النادي الاهلي الفتره اللي جايه فيها هي حته الليدر يا كابتن فاروق. كابتن فرقه مش بس كابتن اشاره وانت عارف كده كويس يعني، والنادي الاهلي فيه على مراحل السنين كلها عدى عليه كباتن كبار يعني. حسام غالي لحد الان انا مش شايف فيه بديل ليه في حته حسام عاشور. الراجل محترم جدا، من احسن لعيبه برضو مرت على في تاريخ النادي الاهلي، تاريخه كبير مشرف، لكن بحس ان هو ما بيقدرش يقيد الناس اللي قدامه. مهم قوي انك تقدر تقيد الناس اللي قدامك دي. مين اللي هيبقى موجود هي دي اللي ممكن تبقى مشكله الفتره اللي جايه. يعني ده من وجهه نظري. عندك مجموعه من اللعيبه يعني، وليد سليمان، احمد فتحي، شيف اكرامي، حسام عاشور، هنقول بس هل هيقدروا يقوموا بنفس الدور؟ القياده نفسها باسلوب معين اللي هو بص يا كابتن، اصل هي بتبقى شعرايه في حته، وهي صفات شخصيه يعني. لا يعني انت اللي هو ايه، انت مكشر مثلا، بس واللعيبه بتسمع كلامك بس حابينك. طبعا. فدي بتبقى ايه، ومصدقينك. هي شعرايه زي ما انت قلت يعني. لا ومصدقينك، ممكن انا مكشر بس مش مصدقين ان انا مكشر. صح. هي بتبقى حاجات كده معينه عشان اوصل لك هدف معين من مثلا زعلي او اوجهك لحته معينه. دي بتبقى مهمه جدا يعني. لا هي يعني ما اعرفش طبعا صفات شخصيه لكل اللعيبه المتواجده حاليا، ولكن انا بتكلم على كم الخبرات المتواجده ونقل خبراتهم لمدار على مدار سنين. انا بتكلم يا كابتن فاروق من منطلق ايه، ان الكابتن حسام غالي ما كانش موجود في فتره من فترات، وكان الكابتن حسام عاشور هو الكابتن الفرقه وبتاعه وكده يعني. انت تتفرج على الاثنين في حته التوجيه. حسام عاشور عملي من الدرجه المليون المية، مش المية في المية، وهو يعني الفتره اللي اعطى حاجه بصراحه يعني. جميل، شخصيه جميله، محترم ولعيب كبير. مش يعني حسام يمكن هو صعد وانا موجود. اول ماتش ليه يلعبه كان المنصوره في المنصوره. يعني انا فاكر ده حسام عاشور. حسام عاشور مع الكابتن مين؟ اللهم صل على النبي، كابتن فتحي مبروك. فتحي كان مسك تقريبا مش عارف بعد بونفري، بعد اوليفيرا، بعد بونفرير، بعد فتحي كاس مصر 2003 افتكر هو ده. لا هو لعب في الدوري، هو بدا في الدوري. حسام عاشور بعد اوليفيرا. بعد اوليفيرا مع بعد اوليفيرا. ده كان اول ماتش ليه، وكان طبعا موجود مدير الكره كان رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل. وكنا في المنصوره يعني. ده كان اول ماتش لحسام غالي. من يوم ما شفت حسام غالي، حسام غالي ولا حسام عاشور؟ حسام عاشور. من يوم ما شفت حسام عاشور لحد النهارده هو حسام عاشور. يعني التزام، صمت، اداء، رجوله في الملعب، كل اللي انت عايزه الصفات الكويسه في لعيب الكوره موجوده في حسام عاشور. ويمكن هو يمكن ما خدش حظه بالشكل الكافي في منتخب مصر، ودي حاجه كانت محزناني لفتره من الفترات، لانه كان افضل ديفندر في مصر على مدار كام سنه. لكن طبعا هي حته المنتخب دي اختيارات بتبقى راجعه للراجل اللي بيبقى موجود. نرجع برضو لحته القياده دي، هي دي بس الحته اللي انا خايف الفتره اللي جايه. لكن ان غياب حسام غالي لاعب كبير لقيمته واحترامه، لكن طول عمر النادي الاهلي ولاد زي ما قلنا في ناصر ماهر هيرجع. خامه كويسه قوي لما يلعب يعني. شوف هو كان شايل فرقه سموحه مع المجموعه اللي معاه، لكن هو كان ابرز واحد فيهم. لما يرجع النادي الاهلي ويلعب مع النجوم اللي هو اتربى في وسطهم، تاكد ان هو هيبقى المستوى الضعف، مش هيبقى بس اللي كان في سموحه. لا انا هتكلم بقى كلامنا وكمل كلامنا على حسام غالي، ان هو عريس خلاص طبعًا. بالنسبه له طبعًا. يوم الجمعه ان شاء الله كابتن ياسر ان شاء الله. تفتكر اول مباراه انت مع حسام غالي بقى تفتكرها؟ اول مباراه كانت في انت جيت 2002 2002 كان حسام صعد للفريق. كان صعد، كان موجود. كان موجود ولعب نهائي افريقيا واخد سوبر افريقيا في بعد انا بعد الماتش الزمالك وسوبر وافريقيا. الموسم اللي بعديه بقى انا دخلت مع الفرقه، لان عماره انت عارف لو انت تفتكر كان مينويل جوزيه كان ماسك قبل ما يمشي، وكان محتاج باك ليفت. فوقتها عماره قال لك خلاص عماره هيتأيد وياسر يستنى ايه لبدايه الموسم. فعماره لعب افريقيا ولعب ماتشات الدوري، كمل الدور الثاني، وانا بدات من بدايه الموسم. يمكن انت لو تفتكر يا كابتن فاروق، احنا اول ماتش لنا كان في بطوله افريقيا، ما كانش الدوري لو انت تفتكر. جان دارك كان بره ده كابتن. كان بره. اول ماتش كان بره.
وبعد كده طبعا يمكن ما كانش الحظ، ما كناش موفقين في بطوله افريقيا في الفتره دي، يمكن خرجنا منها، لكن رجعنا في الدوري مسكنا من اول مباراه لحد مباراه انبي واحنا متصدرين الجدول يعني. اللي عايز اقوله انه حسام غالي طبعا اخويا وحبيبي ومن الناس اللي عزاز على قلبي، يمكن لما جاله عقد الاحتراف كان في سمسار، هو اول ما جه مصر كان كلمني، كنت اعرفه شفته في المانيا وتقابلنا اكتر من مره، فلقيته جاي في احد الفنادق الكبرى، كنا احنا معسكرين، فقال لي انا جاي عشان كذا كذا، في لعيب كويس عندك اسمه حسام غالي، قلت له اه طبعا لعيب كبير وبتاع وسنه صغير، فقال لي طب انا عايز اقعد معاه لان انا جايب له عرض وبتاع ومش عارف ايه وكده يعني. فكلمت حسام كان على فينورد كابتن، ها كان على نادي فينورد، ما هو راجل هولندي بس تعرف الهولنديين بيتكلموا الماني، فيها جزء الماني طبعا. فجبنا حسام وقعدنا، كنا في معسكر ومعسكرين له مباراه، وقعدنا كنا الصبح كده حوالي الساعه 10، قعدنا اتكلمنا، بقى هو يتكلم وانا المترجم بتاع حسام، فالحمد لله يعني ربنا وفقه واحترف في اقنعته ازاي هو يعني والراجل انا ما كانش محتاج اقناع حسام، هو تعرف حسام وهو صغير كان لذيذ يعني، تعرف كان يحب يقرب من الناس الكبيره ويهزر ويتعرف، حسام طول عمره يعني ايه مقبول للناس كلها وشخصيه جميله وتحب تتكلم معاه، يمكن كنا نتقابل يعني، هو اصغر مني بكتير يعني وكان لسه صغير، كنا نتقابل مثلا في المهندسين، كان معاه عربيه صغيره كده وانا معاه طبعا عربيه كويسه، فكان دايما يجري ورايا في تاخد بالماركه ساعتها، كان الماركه كام؟ هو 3 جنيه ب 2 جنيه 75 عمارة على طول كان بيحسبها. فيعني هو كان شخصيه جميله بصراحه حسام، ويمكن هو تعب واجتهد وربنا اداله يعني، يمكن هي لولا الخطا الاخطاء، واحنا دايما كلنا خطائين في هو خطا صغير في الدوري الانجليزي، يمكن كان حسام الموضوع اتغير معاه تماما يعني، بس خلاص يعني خلي بالك ما هو نفس المدرب جه يدربه هنا ولا لا ما فيش مشكله، بس هو انت عارف القوانين هناك ما الداخليه بتاعت النادي نفسه صعبه، حتى ده لو حصل في النادي الاهلي نفس اللي هتلاقي نفس القرار يعني، هتلاقي نفس انك زي تعمل حاجه زي كده، لكن طبعا حسام لعيب كبير ونجم كبير وتاريخه مشرف، وان شاء الله اتمنى له الشخصيه بتاعته اختلفت كابتن من ساعه ما شفته، او انت طبعا من خلال متابعتك، انا ما اعرفش انت بتتقابل معاه ولا لا، اختلفت من هو كان لسه اول مره تشوفه دلوقتي. بص هو خارج الملعب انا اعتقد ان هي ما اختلفتش كتير، لا جميل، لان نفس التهريج ونفس الضحك وكلامه والحركات وبتاع، لكن في الملعب لا، حسام عارف انت لما بقى يعني ما كانش عندك مسؤوليه وفجاه بقيت صاحب المسؤوليه كلها، هو ده بالظبط اللي حصل مع حسام غالي، ان هو كابتن النادي الاهلي، لازم الشخصيه بتتغير، بيحس بالمسؤوليه اللي هي واقعه على اكتافه، ان هو مش بس مجرد لعيب، لا ده انت ليدر للناس كلها، ده انت حلقه الوصل ما بين حتى لاعبتك والجهاز، لو في اي حاجه انت اللي بتحاول تقرب وجهات النظر، لان احنا بنعتبر كابتن الفرقه ده واحد في اللعيبه وواحد في الجهاز يعني، قايم بدورين، مساند هنا ومساند طبعًا هنا، دور مهم جدا. فطبعا انا اعتقد ان شخصيته في الملعب اختلفت كتير عن ما كان معانا. طب انت شايف يا كابتن بعض الفنيين والمحللين بما فيهم حتى كابتن حسام البدري كان يتمنى ان حسام يكمل، عنده القدره انه يكمل كابتن؟ والله عنده القدره في ظل الكره الحاليه اللي موجوده في التوقيت ده، هو في لعيبه لعيبه كويسه طبعا، في لعيبه كويسه، بس الخامه بتاعت حسام غالي انت عارف يعني، صعب انك تجيب واحد بالعقليه دي وبالمهاره دي، وان هو مركب كله مع بعضه، وغير كده ليدر كمان للفرقه اللي معاه، بيعرف يقود الناس اللي معاه. انا كنت بقول له لسه بدري يعني، هو بص اليافطه دي يا كابتن، وانت بتتكلم على لسه بدري يعني، ده واحد من محبي النادي الاهلي ومحبي حسام غالي يعني، اكيد ومقتنع بشكل كبير ان هو ما ينفعش يعتزل دلوقتي، الاهلي الاهلي احتاج اليك يا غالي لا تعتزل يعني، الناس بتحبه وعارفين ان هو قادر يا كابتن فاروق، ان هو قادر ان هو يعطي كمان يعني. طب امتى يا كابتن ياسر وانت بتتكلم كده اللعيب يقرر ان هو يعتزل من وجهه نظرك يعني؟ يعني انا لسه كنت مع حسام في الاوضه من كام يوم، ان شاء الله جسمه زي ما هو قوي، عنده كمان حته الخبرات الكتيره اللي موجوده هتخليه يقدر حتى لو الجزء البدني مش موجود، مع ان هو موجود، انا عارف حسام بيجري كم جري يا كابتن ياسر، عنده كميه طاقه انه يقدر يجري بص عدد كيلومتر في المباراه بشكل غير طبيعي يعني. امتى اللاعب انا كان نفسي يكمل،
وهو قادر ان هو يكمل، لكن هو احترم نفسه واحترم تاريخه. ودي حاجه تحترم فيه، ان انت تبطل وانت قادر احسن ما تبطل وانت ما عندش قادر، لان هتحصل تطورات تانية انت ما تكونش في حساباتك، او ممكن تحسها بعد كده انك ايه، سوري في اللفظ، انك ممكن تتهان بعد كده. النجم ما بيحبش يوصل، يعني لو وصل للمرحله دي بيحس ان هو ما عملش حاجه في دنيته. لكن انت بتبطل وانت واقف على رجليك، دي حاجه محترمه، ومش اي حد يقدر ياخد القرار ده كابتن فاروق، لانه قرار صعب جدا، وانت لعيب كبير، ولو رجعت بالذاكره هتعرف ان القرار صعب جدا، صعب صعب. انا بس في المؤتمر ده لاول مره اشوف حسام بيبكي، يعني دايما بشوف حسام يعني حته القوه وال حته يعني يعني الجديه، استمرار سواء بره الملعب او خارج الملعب او جوه الملعب، وكمان حته ان احنا زي ما تقول كده الصحاب، وبيجي نضحك، وحتى بيبقى في كلام ما بيننا انا وهو مثلا او انت، بيقولوا كده على جنب، ما يحبش طبعا لو كده في قفشات يعني معينه، لكن لما بكى دي صراحه كانت مؤثره بالنسبه لي. موقف بيبقى دايما انت بتسيب حاجه عزيزه عليك بتعملها على مدار 20 سنه ولا 15 سنه، بتعملها كل يوم يا كابتن ياسر، ده حياتك. عارف انت لما بتقعد تكتب بالقلم كده حياتك يا كابتن فاروق، يعني انت بتلاقي رجليك بتكتب لوحدها، ما بالك بقى بتاكل وتشرب وتنام كوره، يعني انت عارف انت وانت نايم بتفكر في الكوره، وانت صاحي بتفكر في الكوره، وانت بتاكل بتفكر، سواء في تمرين ولا في ماتش ولا في اللعيبه اللي معاك ولا في الجهاز الفني ولا في النادي ولا في جمهور ولا في الاعلام، فجاه الحاجات دي هتتشال، مش هتبقى موجوده. ايوه صحيح. انت كنت جزء من حاجه مهمه جدا، هتبقى بره خلاص. فده صعب على اي بني ادم يعني، وانا والقرار الاصعب ان هو ياخده في توقيت ان هو قادر يلعب فيه. توقيت كمان الجميل ان انت بتعتزل في ظل مجلس اداره موجود على راسه هو كابتن محمود الخطيب، بيقدر بشكل كبير يعني ايه ولاد النادي الاهلي، ويعني عطائهم باستمرار. احنا بقالنا فتره ما سمعناش عن مباراه اعتزال خالص، ما هو كانت منع تقريبا حاجه زي كده، يعني ما كانش فيه فرصه ان انت كمان تختار وتعمل الاحتفاليه دي وتاخد الموافقه على الجزئيه دي، ده كان شيء مهم جدا. كان محمود الخطيب اكيد فاهم وعارف قد ايه جزئيه النجم الكبير والتكريم دي يبقى عامل ازاي، وبتفرق معاه في نفسيته كمان عامله ازاي. اكيد طبعا، وده يمكن اقل حاجه تتعمل لحسام غالي. كان نفسي وامنياتي ان الماتش ده يبقى هنا في مصر بالجمهور العظيم، بالفرقه اللي جايه اياكس، كان هيبقى اختيارك فعلا. كان مميز يا كابتن، اختيارك طبعا طبعا، فرقه كبيره وفرقه محترمه وشعبتها طبعا اياكس يعني من الانديه العريقه في اوروبا يعني. كانت امنيتي ان المباراه كانت تبقى هنا، يعني في وسط بلدك، في وسط جمهورك، كانت هتبقى احتفاليه طبعا لها طعم تاني. لكن طبعا هو برضو اختار مكان مش غريب علينا كلنا، بلد شقيق مساندين لينا على طول في كل حاجة. اكيد اليوم هيبقى جميل، وان شاء الله ربنا يوفقه يا رب في حياته اللي بعد كده. محبين النادي الاهلي ومحبي حسام كمان هيبقى وراه في كل حياته كابتن. وبعدين احنا جمهور الاهلي احنا بنشوفه في لما بنروح نلعب في هزاع بن زايد بالذات كمان، عامل حاجه يعني اكنك في مصر. بالظبط يعني. يعني خليني طبعا كابتن ياسر، واحنا بنتكلم على مباراه حسام، اتكلمنا طبعا على حسام انه واحد من اللعيبه المميزين، واللي انا مستخسره بصراحه يبقى لسه قدامه سنتين ثلاثه كمان، لان في مصر فعلا حته اللعيبه الموهبه قليله بشكل طبعا كبير. لكن هو خلاص اخذ قراره وربنا يوفقه، وان شاء الله في الكادر او الكارير اللي داخل فيه في فتره قادمه يبقى مميز زي ما كان مميز كلعيب. لكن المباراه دي مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، بعيد انها كانت او بعيد انها جزء ممكن يكون اعتزال او مهرجان، هو كابتن حسام بدأ بيفكر فيها بمنظور ثاني يا كابتن ياسر. هي طبعا فرصه، احنا لو لاحظت احنا اتكلمنا في الاول ان في بعض الناس اللي كانت مصابه ورجع، يمكن هي فرصه ان هو يشارك واحد زي سعد يطمن عليه اكتر، لان هو بشكل كبير في الماتش بتاع كامبالا سيتي اللي بعديه على طول بايام قليله، يمكن توقيت ماتش صعب، لكن جه في صالح النادي الاهلي، ما جاش ضد مصلحه النادي الاهلي. ممكن في بعض اللعيبه في حاله نفسيه تكون سيئه، ممكن المباراه دي تخلي الناس، لان انت عارف اللعيبه ازاي بتبقى محطوطه تحت الضغط، سواء من الاعلام او من الشارع، الجمهور، الحاجات دي بالذات لعيب النادي الاهلي. يمكن دي جت ان هي في صالح النادي الاهلي ان هو يطمن على المجموعه اللي هي لسه راجعه، وفي نفس الوقت يطلع اللعيب بتاعه من الحاله النفسيه اللي هو فيها، حافز احسن للمباراه اللي بعدها،
يقدر يطمن على الشكل الخططي والتكتيك اللي هيلعب بيه الماتش اللي جاي. فرصة ان هو يشوف ناس تانية برضو. طب المشاكل يا كابتن اللي ممكن هيواجهها النادي الاهلي، هل مثلا سعد بقاله فترة ما بيلعبش، معلول ما بقاله فترة ما بيلعبش، يعني حته التغلب على الجزئية دي هتبقى عاملة ازاي؟ هل دي ممكن تبقى مشكلة في لا انا ما اعتقدش مشكلة، بالعكس المباراة هتديله يعني. انا لو متردد مثلا 30% لا المباراه ممكن تلغي ال 30% دي، لان انا هشوفك في مباراه خلاص ومباراه كويسه يعني مع فرق اوروبيه، يعني فيها كميات جري كبيره، فيها شغل خططي وتكتيكي ومهاري وفني بشكل كبير وافضل من المستوى اللي انت هتلعب معاه كمان. يعني لو قمت بشكل كويس في المباراه ده وعملت مباراه كويسه اكيد هتدي لك طمأنينه كمدير فني انك اللعيبه وصل حاله فنيه ومهاريه كويسه او خططيه او بدنيه. طيب احنا عندنا مشكله كابتن في الجزء الامامي، يمكن اصابه وليد ازار واجيه هتاثر يعني اكيد بشكل كبير، هو قوه ضربه. تكلم على واحد من اللعيبه كان كمان، هو اجيه كان واضح جدا عمليه الاجهاد عليه في الفتره الاخيره، وليد ازار واصابته وسرعاته اللي انت بتفتقدها في وقت من الاوقات كنت محتاجه في ماتش زي ده. اكيد هي لعيبه مؤثره يا كابتن فاروق بشكل كبير، بتاثر بشكل كبير في اداء النادي الاهلي، لكن اللي ممكن يمنعك عن المكسب هو سوء التوفيق. لو انت اتفرجت على الماتش بتاع الاخير، يمكن الشوط الثاني ضيعنا كميه جوان غير عاديه، جبنا جون ما فيهوش اي شك ان هو تسلل، ما ملوش علاقه بالتسلل خالص، اتلغى. رحنا بكثافه عدديه، يمكن الفريق التونسي ما عداش نص ملعبنا فترات طويله طول الشوط الثاني، بقى يعدي مثلا بالدقيقه والدقيقه والنص، انما دي صعبه جدا انك ما تعديش نص ملعب الفرقه الثانيه. هو سوء التوفيق اللي تخاف منه، يعني ان اللعيبه بتاعتك ما تبقاش موفقه في اليوم ده، انك تروح اكتر من مره. يعني الشوط الاولاني انت مضيع كام انفراد، انت في اول دقيقه مضيع جول. صحيح. صح؟ هي سوء التوفيق، لكن النادي الاهلي قادر ان هو يعدي الفتره اللي جايه بالناس اللي موجوده. يعني شوف انا بنقول غيابات كتيره وظروف صعبه واصابات وناس موقوفه، لكن انا واثق في اللعيبه اللي موجوده، لان لعيب النادي الاهلي بيبان في الوقت. بديل اجايب وازارو يمكن لحد ما محسومه بوجود مروان او صلاح محسن يعني، لكن اجايب يا كابتن هي دي بتبقى اللعبه في الجزئيه دي اللي هي تحت راس حربه. والله في بس هو كان المفروض الناس دي تاخد يعني الناس تشارك بشكل اكتر من كده. كان في احمد حمدي ده من اللعيبه الكويسه جدا، يعني من اللعيبه اللي برضو يعني لو خد وخد ثقه هيكسر الدنيا. لكن في صعب في التوقيت ده انا معاك، لكن انا ممكن اغير طريقه اللعب نفسها. يعني بدل ما كنت بعتمد على واحد تحت الفراوده، انا ممكن اغيرها، ممكن العب 4-3-3 سريع، ممكن 4-4-2، ممكن في حلول عند الكابتن حسام يقدر يغير طريقه اللعب، ما يصممش على نفس الطريقه. لان ساعات انت ما عندكش امكانيات اللعيبه اللي تركب على الطريقه اللي موجوده عندك نقص في مركز معين، فصعب انك امكانيات المركز ده بالظبط. زي ما شفت انت وليد سليمان كويس، ما حدش يقدر يتكلم عليه، لكن مش هيأدي هنا زي هنا، مش هيأدي في قلب الملعب زي على الطرف اليمين مثلا او الطرف الشمال. صلاح محسن لعيب هايل صغير عايز خبرات، يمكن هو الفينش بتاعه لسه يعني ايه محتاج شويه برضو. النقله كبيره مش عشان هو كان في نادي قليل، لا بالعكس الولد صغير يعني سنه صغير واتنقل لنادي الاهلي مره واحده والرقم كبير، برضو في حاله توهان عند الولد، فدي مع الوقت هتخلق. لكن هو لعيب كويس، ولما نزل الخمس دقائق ولا العشر دقائق بان وبان شكله كويس وكان له خطوره. فانا اللي انا بقوله ايه يا كابتن فاروق، ان انت كابتن حسام ما اعرفش انت ممكن لازم تغير طريقه لعبك على امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك عشان تقدر تعدي بالنادي الاهلي في المرحله. تجربه ميدو جابر وباكا كابتن بتشوفها في المباراه الاخيره ناجحه مثلا، او يعني كان المفروض الرد الفعل بتاعها في بطوله افريقيا تبقى مختلف عن كده؟ يعني باكا هو اخر المنضمين للقائمه الافريقيه. هي دي كانت بالنسبه لي غريبه شويه، يمكن انا كنت على الهواء في الراديو واستغربت لها شويه، لان صلاح محسن كان هو اللي لعب الماتش اللي قبليه ولحد ما كان كويس، ما كانش وحش يعني. تديله من البدايه قصدك؟ يعني فبتاعت باقه دي ان هو من الاول لا انت استنى شويه، خلي صلاح محسن هو اللي يبدا الشوط الاول. ميدو جابر يمكن برضو قعد ماتشين او ماتش قبل ما يلعب الماتش بتاع افريقيا، لكن كان كويس يعني. هو خلال سير المباراه
الفترات كلها كان كويس، ما كانش وحش، لا كان كويس وبتاع وفايت، لانه هو عنده امكانيات كويسه انت فاهمني. لكن هي حته باقه دي اللي كانت بالنسبه لي غريبه، لانه اخر واحد ما فنش صلاح محسن، خلاص اديله سيبه يمشي. حتى الولد لما نزل الحماس اللي كان جواه ده لو كان موجود من اول ماتش يمكن كانت النتيجه تتغير. شكل الفرقه او شكل الفرقه كان يبقى افضل من كده من الشوط الاولاني. فاتمنى ان كابتن حسام ان شاء الله ربنا يوفقه. كابتن ياسر، المباراه كانت يعني من وجهه نظرك يعني في ظل الغيابات وظل ما هو انت دلوقتي نجيب وسعد دول اجباري مش اختياري. تمام. فتحي موجود. معلول هيبان من خلال زي ما قلت لحضرتك الماتش بتاع الاعتزال بتاع كابتن حسام، هيبان اذا كان ممكن يشارك ولا ممكن ما يشاركش. السولية ما عرفش لسه حالته برضه ايه، يا ترى ممكن يلحق ممكن كسيه اطمن عليه من خلال طبعا لو هيلحق يبقى السولية ما لازم يبقى موجود برضه يعني. هي بقى المشكله كابتن فاروق في الحته اللي قدام دي، مع انك يعني هقول لك حاجه كابتن، الجزء الامامي ده كان مرعب بالنسبه للنادي الاهلي، وهو لازال مرعب مرعب لازال يعني مرعب. انت يمكن يعني انت يا كابتن فاروق اتفرج على اخر مباراتين الكاس وافريقيا، شوف انت مضيع كام جول، وانت تعرف انت مرعب ولا لا، وليك خطوره ولا لا. بس التوفيق نفسه، هي بس التوزيع اللي قدام بقى. هتلعب ازاي يا كابتن حسام؟ هتلعب بالطريقه المعتاده كابتن، هتلعب حسام عاشور والسوليه تمام، وهيلعب وليد سليمان شمال ويمينه ايه بقى؟ صلاح محسن، مروان قدام، وما عندكش غير ميدو، ما هو اللي ناهي، وناهي كان كويس ما كانش وحش يعني. ده وجهه نظري. ما هو مش معقول تبقى انت ناهي كويس واجيبك اقول لك ايه، طب اقعد واقوم جايب واحد تاني من احنا بنقول عليها من الثلاجه من اللي هي الدكه يعني، وتحطه في قلب الملعب تاني. لا يبقى انت كده برضو الاستقرار في التشكيل او رجلك في الملعب بتختلف. بتختلف تمام. بتفرق مع اللعيبه كمان. انت لما بحفظ فاروق ازاي، لما انا باجي اعمل اوفر عارف ان فاروق بيقطع دايما على القريبه، فخلاص انا بعمل دايما ايه، بحاول اخلي كل الاوفرات بتاعتي او الكروسات كلها على القريبه، عشان عارف ان هو هيجي يقطع هنا، هو عارف ان انا مش هرفع الا هنا. صحيح. فخلاص حفظنا بعض. لكن فاروق قاعد النهارده او ياسر قاعد النهارده، جه واحد تاني انت لسه هتشوفه بقى خلال سير المباراه هيعمل ايه. فهو ده التجانس مهم في في في, في الفريق. طيب ما ينفعش وانت معايا كابتن ياسر وما كلمكش على منتخب مصر، هاخدك كده في دقيقتين عن منتخبنا الوطني وكاس العالم سريعا كابتن ياسر. يعني انت واحد من الناس اللي يمكن حصلت على بطوله افريقيا، اكيد كان حلم موجود عندك انك توصل لكاس عالم مع منتخب مصر. طبعا يعني انا سعيد جدا ان منتخب مصر وصل كاس عالم. اتمنى بس ان احنا الاداء بتاعنا يتغير في من النواحي الدفاعيه البحته لتوازن، يبقى فيه هجوم وفي دفاع، لكن ما اعتمدش طول المباريات على ان انا بس بدافع وفي هجمه مرتده مستني صلاح او تريزيجيه هو اللي ينقلني. لا، عايزين احنا عندنا لعيبه مهاريه كويسه جدا، عندنا لعيبه بتعرف تلعب كره قدام. مش عايزين الاحساس اللي وصل لنا من مستر كوبر ان احنا امكانياتنا ان احنا لازم ندافع ونلعب على المرتده بس. لا، احنا الحمد لله لعبنا البرازيل قبل كده، لعبنا امريكا، لعبنا فرق كبيره وعملنا نتائج، لعبنا ايطاليا وعملنا نتائج كويسه جدا، وكنا بنهاجم اكتر ما كنا بندافع. صحيح. فاتمنى ان شاء الله ان الشكل بتاع المنتخب، لان احنا عندنا عناصر كويسه، يتغير. لاول مره كابتن ياسر يبقى عندنا عدد كم من المحترفين، ويبقى طبعا وفي دوري يعني واحد كمان عندنا ب 10 لعيبه ما شاء الله، محمد صلاح احسن لاعب في الدوري الانجليزي طبعا يعني. انا هم ثلاث لعيبه دلوقتي يقول لك كريستيانو وميسي ومحمد صلاح ورمضان صبحي، مش عايز انسى حد، كلهم ما شاء الله مجموعه، والنني طبعا مجموعه من اللعيبه المميزه، ان شاء الله يكونوا فخر لبلادهم في كاس العالم. كابتن ياسر بشكرك، سعيد ان انا شفتك مره ثانيه، شفتك من اسبوعين كنا بنلعب ماتش كوره كده طبعا في حب النادي الاهلي برضه والاداره الدبلوماسيه. ما هو يا كابتن فاروق دايما النادي الاهلي بيجمعنا تاني، دي حاجه جميله، دايما بيجمعنا النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن فاروق، شكرا، ربنا يخليك. طبعا كنت سعيد جدا بوجود كابتن ياسر رضوان، ولكن طبعا كلمتي الاخيره لحسام غالي، انت واحد من اللاعبين المميزين على مدار تاريخك، واحد من اللاعبين المؤدبين والمحترمين ايضا على مدار تاريخك، نتمنى لك كل التوفيق في حياتك القادمه، ولكن كنا على امل ان انت تتراجع في وقت من الاوقات قبل طبعا مباراه لا تزال، لكن خلاص انت اخذت قرارك وربنا وفقك. ولكن اخر كلمه اقولها لك وداعا يا حسام يا غالي، افضل من جاء في هذا المركز في تاريخ الكره المصريه وايضا النادي الاهلي. كنت معاكم من خلال الاستاد الاهلي، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم استاذ محمد الجندي والاهلي يحاور.